احكي لنا عن جو جديد مع الانترونر. والله ما كما تعرف معناها المدرب جاء عنده كيفاش معناها طريقه الخدمه نتاعو، معناها ما تبدلتش برشا حاجات باش تقول اللي لا ديسيبلين اول حاجه لازم جوهرات تحترم رواحها من قبل، واهم من هذا الكل يلزم تحترم الفريق اللي قاعد تكور فيه، والسياسات هذول اللي جمعيه كبيره يلزم واحد يحترمها كي يجي باش يخدم فيها ان شاء الله. ولا جاو باهي معناها من اللي جا معنا فما امبيونس باهي، وان شاء الله بالريزلتا نتاع اليوم نضمو ريزلتا باهي ان شاء الله يزيد يخلينا نخدموا في جو اكثر خير ان شاء الله. والله كوتش جديد الثقافه نتاعو تتماشى مع الثقافه نتاعنا، يعني اللعب الكره القصيره كما شفتوا ظالي يعني لعبنا كره قصيره نخرجوا بها من الجاردين حتى شي لاتاكون نكملوا يعني فهمت كاش الهجمه نخسروا كره نفكوها في بلاصتها، يعني ثقافته قريبه للثقافه نتاعنا وان شاء الله يعاوننا وحنا نعاونوا زاد ان شاء الله. والله فما جو جديد قاعد كل سيونس تبدل برشا حاجات الريتم يقوى والريتم قاعد يطفى صحيح.